السلام عليكم اختي. عندنا برنامج خاص او ريبورتاج خاص بالساكنه ديال الكاريانات. نعم السيدي، تقدروا نهضروا معاك تشرحي لنا كيفاش كتعيشوا، شنو الظروف اللي كتعيشوا فيها، مهمشين مفكرينكم كده، الاجواء ديال رمضان عندكم كيفاش كتعيشوا في الكاريان؟ واخا سيدي مرحبا بكم. واول حاجه غنقولها هي من تنكر لاصله فلا اصل له. حنا كنعترفوا بريوسنا الناس ديال الكاريان، وزادينا وخلقينا وكبرنا وقرينا وتربينا في الكاريان، وما عندي حتى شي مشكل انني نهضر عليه ولا انني استعر من كوني انني ساكنه في الكاريان ولا شي حاجه بحال هكا. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بغيت نقول لكم باللي حنا الناس ديال الكاريان، درب الفران هذا بالخصوص كاين في عين الشق، كيتواجد في عين الشق. انا كنمثل واحد الفئه منه ديال الشباب اللي قراو قارين، الحمد لله عندنا باك بلس، الاخلاق الاداب، مربي لنا احسن تربيه، ما كنشفروا ما كنسرقوا، ما عمرنا ما عمر هامو الفيلات قدامنا، ما عمر شي حد شكى منا وتقدر تصوني عليهم دار بدار. ولا عمرهم قالوا لكم حنا من جهتنا جات شي حاجه ولا هذا. الحمد لله رغم الفقر رغم كل شيء والدينا كبرونا واحد واحد بواحد الطريقه اللي الحمد لله مؤدبين قانعين داكشي اللي عطانا الله، قارين الحمد لله قارين، خدمنا خدمنا خدامي اللي على قد الحال. لحقاش ملي كتمشي كتدفع لواحد الخدمه كيشوفوا العنوان ديالك كاريان فلان فلاني الزنقه الفلان فلانيه، راه بزاف الناس كيترفضوا بسبب هادشي. الا جاتك واحد الفرصه واحد 1% ولا 2%، كاين شي ناس اللي كيعترفوا بالقدرات ديال الناس اللي دراوش واللي في الكاريان، وعارفين باللي راه حتى هما عندهم ما يقولوا، عندهم واش غنقول لك، عندهم حتى هما واحد الكلمه، عندهم كيف عندهم واحد الطريقه باش يعبروا عليها على نفسهم. ماشي الكاريان دائما كيعكس ديك الصوره الهمجيه، داك التصوفيج، داك قله الاداب، داك التشمكير. ها كاينين طاقات؟ نعم كاينين طاقات كبيره. حنا من هنا قسما بالله نحلف لك حنا دربنا كامل من راس لراس، دراري ودريات كلشي قاري، كلشي الحمد لله. يعني كتهضر معاه كتعرف قيمه الوعي وسميتو اللي واصل ليه، يعني الحمد لله. ما خاصنا حيت نقول لك واحد الحاجه، انا كنقرا لي كومونتير ديال الناس اللي ريبوا ليهم في الكاريانات، وهذا كنلقى اغلبيه ديال لي كومونتير تيقولوا لهم انتم كاريانيين همجيين، اللي جا كيدير براكه اللي جا كيدير. حنا ماشي جينا ودرنا البراكه، الظروف. انا با العمر ديالو 100 عام راه هو برا، شنو اللي باقي نافعو؟ اللي نافعو هو انه كان ملي كان صغير كان كيخدم على هاد البلاد، وكان كيدمر معرك كتافه وما كيشفر ما والو، عاقل على الاستعمار وعلى النفذ ديال محمد الخامس، وساهم هو وصحابه في الاستقلال ديال هاد البلاد، وراه هو برا تقدر تسولو. ساهموا بالامكانيات اللي عندهم بداك الشيء اللي قدرهم عليه الله. كانوا في الاول في العروبيه وجاوا للمدينه ما عندهم حتى شي حاجه، واللي قال لهم راه البلاد هذه تيقول لك نموت على بلادي. ملي جا الاستقلال استقروا في هاد الدور الصافح هنا، هاد الشيء كله اللي كيبان لك هاد الفيلات وهادشي كنت كنجري فيه انا، فيه الزرع، انا الزياده ديال 89 كنت كنجري فيه، كان فيه الزرع، كنمشي للمدرسه على كتافي من هنا كلها غير الزرع وغير يعني ارض فلاحيه اللي بغيت نقصد لك بهذه الهضره. كنمشيو فيها حتى للمدرسه وكنجي، والاساتذه اللي كانوا كيقريونا قدام راه شدوا التقاعد، الا رجعتوا سولتوهم راه كانوا كيجيو عندنا حتى لهنا كيديو داك البقوله وداك الشيء كانوا كيطيبوه، هما يقدروا ياكدوا لكم هذا الشيء اللي كان. كنت كنقرا بالشارب نوبر. حنا هاد الشيء اللي كنقول فيه انا دابا ماشي كنقول فيه باش الناس يعطفوا علينا ولا يقول لك حنا كنمدوا يدينا ولا، حنا ما محتاجينش. حنا الحمد لله كنخدموا بعرق كتافنا، اللي قاري كيخدم بالقرايه اللي عنده، اللي ما قاريش كيخدم بكتافه بعرق كتافه، كيمشي من 6 الصباح ل 7 العشيه وكيجيب لوالديه ما ياكلوا. هذا انا هذا الشيء اللي بغيت نوصل للناس. حنايا عايشين في القهر، ما كانش عندنا الضوء، انا قريت بالشمعه كان شعري كيتحرق وانا كنكتب كطفيه ليا غير الام ديالي، وربي شاهد عليا وراني صايمه ويعني ما عندي علاش نكذب. كانت كنقرا كنبدا نحفظ حتى كتجي مسكينه كطفي ليا وعادي، وبقينا تدخلنا الضو من وراها، ما كانش عندنا الواد الحار. هذا الواد هذا دخلناه حنا لروسنا، كيجيو يكذبوا علينا غنديروا غنفعلوا، كيكون عندنا امل فيهم وداكشي،
يعني تقنا فيهم في الاول، غنديروا لكم غنفعلوا لكم، ما داروا معنا حتى شي حاجه، ولينا حنا كنصلحوا من ذاتنا راسنا. حيدوا القصدير، الناس جمعوا الفلوس، داروا الياجور، بناو بالياجور، سقفوا مزيان، قادوا داكشي مزيان. كاينين الناس اللي هنا جمعوا الفلوس، راه هي جارتنا كون كانت غتهضر على راسها، جمعات مسكينه 3.5 مليون في 87، وانا ما نعرف ما عقلاش على التاريخ، انا باقا ما مزيوداش من اللي عقلت وانا كنسمع كيهضر، ودفعت في بارطمات ديال حي الشباب وقالوا ليهم غادي تاخذوا. واحد النهار جات الفوضى، قالك شي كاريان ما كاريان، جاو دخلوا هجموا على داك اللي شد شي بارطمان جلس فيه، لحد الان هي باقا في الكاريان، باش تعرفوا باللي الناس ديال الكاريان راه ما جالسينش فيه حبا فيه وحبا فهاد الويل وفهاد القطره وفهاد الزبل وفهاد الوسخ، لا جالسين فيه رغم عن انفهم، يعني كيحاولهم يهزوا الراس، كيجيو شي وحدين الله يسمح لهم كيطيحوه للارض، كيطيحوه للارض، ما ما ما, ما كاينش، نجيك الصراحه والواقع، ما كاينش شي واحد اللي كيدفع بينا للقدام، جامي، ما كاينش، ما كاينش. مهمشين. مهمشين، يعني حنا كنصلحوا من ذاتنا راسنا بوحدنا، كنجمعوا الفلوس، الا جاب 100 درهم في النهار كيخسر 50 درهم، كيخبي 50 درهم باش يشري الياجور ويبني. باش حيت كاين اللي كينوض كيقول لك درتو غير البارح، انا لاكارت ناسيونال عندي نوريها لك، انا قلت لك زياد 89 راه زياده وخلق، هنا الخلق ديالي كناخذو من المقاطعه اللي كاينه في شارع القدس، خوتي من عين الشق، يعني حنا الاصل ديالنا من هنا، الاب ديالي من هنا، يعني هاد الناس راه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، كاع اللي كيتبلى علينا بشي حاجه اللي ما كايناش فينا، واللي كيتهمونا بواحد وكيشوفوا فينا بواحد الصوره اللي هي دونيه، وواحد الصوره اللي هي خايبه، راه لا حول ولا قوه الا بالله، هادشي اللي نقولو. شكرا.